طيب دلوقتي هنتكلم عن شابتر 2. نتكلم شابتر 2 متخصص في جزئية الهاردوير. مع بعض هنبدأ جزئية جزئية، نعرف مع بعض ايه المقصود بالهاردوير عندنا. يبقى هاردوير ذا كولكشن اوف فيزيكال اليمنت ذات كومبرومايز ا كمبيوتر سيستم، هي كل الكومبوننت او كل الحاجات اللي اقدر المسها او ان انا اشوفها وبتكون لي الجهاز بتاعي. طبعا ممكن اقسمها او كلاسيفاي الجزء بتاع هاردوير لمجموعه من الديفايسز، زي مثلا انبوت ديفايسز او اوتبوت ديفايسز والسيستم كيس والستورج ديفايسز والفيديو كنترولر. تمام، هنبدا مع بعض كده بالترتيب جزئيه جزئيه ونتكلم مع بعض على الانبوت ديفايسز. الانبوت ديفايسز طبعا عارفين قبل كده هي اي جهاز بيأكسبت الداتا من اليوزر. أمثلة عليها زي كيبورد، ماوس، البنز، تاتش سكرين، جيم كنترولر، الباركود، الإمج سكانر والإس أو آر، بايومتريك ريدرز والمايكروفونز أند سبيتش ريكوجنيشن والديجيتال كاميرا. دي كلها أمثلة على إنبوت ديفايسز. طيب نبدأ مع بعض بالكيبورد، والشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده احنا بنسميه الستاندرد لي أوت أو الكوارتي لي أوت. كوارتي لي أوت أو ستاندرد لي أوت، كوارتي لأن ال W Q W E R T Y ده الحروف اللي بتكون أول سطر من الحروف بتاعت على الكيبورد، عشان كده بسميها ايه كوارتي لي اوت. الكوارتي لي اوت مقسوم لمجموعة من جروبس كيز جروب، زي مثلا عندي هنا الفا نيميريكال كي. الفا نيميريكال كي اللي هم عند المجموعة دي بتكون مجموعة الحروف والأرقام الأساسية اللي عندي. عندنا مثلا زي جروب تاني زي السكيب كي، جروب تالتة زي فانكشن كيز زي الاف 1 عند اف 12، وعندي جزء خاص بالموفمنت او الكيرسر موفمنت كي زي اسهم يمين وشمال اب داون بيش داون وبيش اب اند سو اون. وعندي الموديفايرز كي زي الالت والكنترول والشيفت، ودي بتغير من طبيعة الحرف نفسه. وفي النهاية انا عندي على اليمين خالص هو نيمورك كي باد، ودي جزء خاص بالارقام وعمليات الجمع والضرب والقسم وهكذا. طيب ازاي الكيبورد نفسها بتشتغل؟ هي كيبورد وورك. طبعا في البداية خالص حضرتك بتعمل كليك على أي حرف من الموجود أو أي زرار من الموجودين عند الكيبورد، يبدأ أضغط على الحرف ده. في عندي جزء في الكيبورد اسمه كيبورد كنترولر. كيبورد كنترولر ده هو بيمثل عقل الكيبورد، بيبدأ يقرأ الكود المماثل للحرف ده. وانس أنا ضغطت على حرف يبقى الكيبورد كنترولر عندي يبدأ ياخد الكود المماثل للحرف ده ويخزنه في ذاكرة مؤقتة اسمها الكيبورد بافر. ومنها الكيبورد بافر بيتخزن جواه الحرف دلوقتي او الكود بتاع الحرف ده، وبالتالي يبدأ يبعت امر او بيبعت ريكوست للسيستم سوفت وير يعرفه ان عنده في حرف موجود فين في الكيبورد بافر. وانس ان في حرف موجود هنا السيستم سوفت وير خلاص عرف، يبدأ يعمل امر للسي بي يو ان هو يبدأ يقرأ ايه الحرف بتاعي. طبعا الكيبورد بافر دوره ان هو الفكرة كلها انه بيعمل هولدنج للسكان كود. وانس ان انت هتعمل عليه كليك بحيث ان هو يقراه او يتخزن عنده مؤقتا ليه، وده عشان يعادل السرعة ما بين سرعة البروسيسور العادي وسرعة التايبنج بتاعتنا، عشان ما يفضلش فاتح بورت او فاتح سيشن منتظر حرف حرف حضرتك تكتبه. لان سرعتنا مثلا نكتب كام كلمة في الدقيقة؟ 60 كلمة في الدقيقة بمتوسط مثلا 300 حرف او 400 حرف، انما الجهاز بتاعنا ممكن يعمل 3 او 4 مليون عملية في الثانية الواحدة. طبعا ما ينفعش ان انا اسيب الجهاز بتاعي بالشكل ده منتظر لعمليات الكتابة، عشان كده عملنا في النص هو الوسيط الكيبورد بافر. وانس ان في حرف موجود في البافر يبدأ الجهاز يقرأ. طيب النوع التاني من انواع الاجهزة اللي بيستخدمها في الانبوت ديفايس اللي هو الماوس. والماوس ده كوملي بيستخدمه في عملية البوينتينج او النشاور على حاجة على الكيبورد، وليه خمسة تكنيك معروفين. هو البوينتينج ان انا اشاور كليك ان انا اختار بيه حاجة معينة على ايكون معين موجود عندي على السكرين. دبل كليك ان انا مثلا هستخدمه ان انا افتح فايل او اشغل حاجه معينه. دراجنج ان انا اقف عند جزئيه واسحبها واوديها في مكان تاني، مثلا بعمل بلاي ليست عندي او اقط حاجه وانقلها في مكان تاني بدراجنج. والرايت كليك ان انا افتح مور بروبرتي عندي او اعرف فيتشر زياده عن الايتم اللي انا شغال عليه. ودي الخمسه تكنيكس المعروفين مين للماوس عندي. طيب البين والستايلس والفكرة كلها انا باكسبت الداتا عن طريق ايه؟ اكتب عن طريق ايه؟ قلم عندي. ودي كلها دي ده مثلا اشكال من اشكال مين الستايلس عندي او البين. والهدف الاساسي من البين انا باخد بيه شورت نوتس، مش ان انا اكتب كلمات كتير او اكتب دوكمنت طويلة. الفكرة كلها ان انا بكتب بيه شورت نوتس بس، وده موجود طبعا مع التابلتس او الموبايل دلوقتي.
التاتش سكرين انا بكسبت الداتا عن طريق التاتش، ان انا سواء هكتب عن طريق الكيبورد الموجودة عندي على التاتش سكرين بتاعتي، او ان انا اكتب او اعمل اوامر باستخدام ايه فينجر بايه حركة الصباع على الشاشة بتاعتي. طبعا التاتش سكرين ممكن برضو انا استخدمها كانبوت اوت في نفس الوقت. طب الجيم كنترول عندي او الجويستيكس ده طبعا بستخدمه عشان احرك اوبجكت، او احرك بستخدمها طبعا في الالعاب عشان احرك مثلا كاركتر لعيب، او ان انا احرك عربيه، او احرك حاجه جوه ايه اللعبه بتاعتي، وفي نفس الوقت بنفذ على الكنترول اللي انا عاوز انفذه، يقف يتحرك يشوط وهكذا عندي. يبقى ده برضو بالنسبه لي من انواع الانبوت ديفايس اللي عندي. الباركود ريدر هو الباركود عامه، الاشكال اللي عندي على الشمال دي اسمها كود او باركود، وده الديفايس اللي بيقراها بسميه ايه باركود ريدر. والفكره كلها ان بكون عندي مثلا منتج، المنتج ده بديله رمز كود من الاكواد دي بخزنها عندي في الداتابيز، وبعد كده باستخدام الباركود ريدر ده اقدر اتعرف على الايتم بتاعي من الداتابيز، سواء كان عاوز اعرف كميته موجوده قد ايه في المخازن، او سعر، او اي فيتشر، او اي حاجه مخزنها له فين في الداتابيز بتاعي. هو ده الباركود ريدر عندي. طيب السكانر الفكره كلها ان انا عندي ورقه مطبوعه وعاوز اخد منها نسخه على الجهاز بتاعي. فعندي اكتر من شكل من اشكال السكانرز. عندي مثلا الشكل ده فلات بيد سكانر زي ده، انا مثلا بدول الكتاب او الورقه، وببدا عن طريق ان هو يعكس الضوء ياخد كوبي من مين من الورقه بتاعتي، او ان انا مثلا استخدم شكل زي البورتابل سكانر زي ده، او حتى كمان موجود انتجريتد موجود في بعض الماكينات التانية زي ماكينات مثلا هصرف شيك من ماكينه اي تي ام، فبياخد الايه اسكان مثلا كميه المبلغ الموجود على الشيك والسيجنتشر، وتاكد ان هو فعلا صاحب الحساب ولا لا. تمام، دي كلها اشكال من اشكال مين سكانرز. وفي حاجه كمان اللي هي 3 دي سكانرز، ممكن اخد منه اسكان الاوبجكت 3 دايمنشن، سواء مثلا تمثال، موميا، الحاجات دي كلها، واخد ديزاين البرودكت، الحاجات دي. فده بسميه هنا ايه سكانر. الفكره الاساسيه انه بياخد هارد دوكيمنت يحولها الى سوفت دوكيمنت عندي، سواء كانت 2 دي او 3 دي. طيب السكانر في بعض الحاجات لازم اعرفها على السكانر. اول حاجه الكواليتي بتاعت السكانرنج، كواليتي السكاننج بتتقاس بحاجه اسمها دوت بير انش، ان انا اقدر اقرا كام نقطه في البوصه الواحده، وكل ما كانت الرقم ده اكبر كل ما كانت الكواليتي بتاعت الايه السكانر عندي او الصوره بتاعتي اعلى. تمام، يبقى الفكره كلها في السكانر، عندي ضوء بينعكس على الصوره اللي انا عاوز اعمل لها احولها من هارد دوكيمنت الى سوفت دوكيمنت، يعمل ريفليكشن ده ويقراه بشكل دوت بير انش، وكل ما كانت دوت بير انش دي اعلى رقمها اكبر كل ما كانت الكواليتي بتاعتي اعلى، كل ما كانت الكواليتي اعلى بالتالي السايز بتاع الصوره هيكبر. فبالتالي يفضل طبعا ان انا لو هستخدم الصورة دي ابعت لها مثلا اعمل لها شيرينج لحد، او ابعتها اعمل لها ايه كومبريس بحيث ان ده اقلل حجمها. يبقى لازم نعرف مع بعض كل ما زادت الكواليتي بتاعت الصورة كل ما حجمها هيزيد في نفس الوقت. طيب بيجي مع الاسكانر حاجة اسمها او سي ار. او سي ار ده او الاوبتيكال كاركتر ريكوجنيشن، ده عبارة عن برنامج بسيط جدا، يعني ده سوفت وير. السوفت وير ده دوره الاساسي انه يتعرف على الحروف اللي موجودة جوه الصورة بتاعتي. يبقى لو مثلا هاخد دوكمنت زي قدامنا دي هعمل لها سكاننج، فيها بعض الحروف موجودة قدامي هنا، فأقدر أتعرف على الحروف دي بحيث إن أنا أحولها إلى تكست فورمات بدل ما كنت باخدها بشكل صورة فقط لا غير. يعني السكانر العادي كنا بعمل إيه، بياخد الصورة أو الورقة يعملها كصورة بالظبط، الحرف ياخده كصورة أو أي حاجة جواها كصورة عندي. إنما في حالة ما يكون معايا أو سي آر ده معناه إن أنا أقدر أتعرف على أشكال الحروف اللي موجودة في الصورة بحيث احطها بشكل حاجه اسمها ايه editable text format، ان انا اخد التكست ده وابدا اعدل فيه، ازود حرف او اغير حرف وهكذا عندي. يبقى الاس ار هو برنامج يتصاحب مع شغل مين السكانر بتاعي، بحيث ان انا اقدر اعدل في يقبل اسكان الحروف عندي شكل حرف بحيث ان انا اعرف اعدل فيها بعد كده بسهوله. تمام، يبقى بياخدها من شكل هارد دوكمنت الى حاجه اسمها تكست فورمات. طيب نوع من الانواع التانية برضو عندي البيرومتريك ريدرز، ده اللي هي قراءة ايه العضوية، يعني حضرتك مثلا زي بصمة الصباع فينجر برينت، او بصمة الصوت، او بصمة العين، دي كلها بعض الاجهزة اللي ممكن استخدمها في حاجة اسمها بيومتريك ريدر. الفكرة كلها في البيومتريك ريدر ان انا لما تحدد شخص زي مثلا بصمة الصباع او بصمة الصوت يعرف الشخص مين فلاني، او يعرف الكونتنت مثلا هو بيقوله، بعض الناس بتتكلم فبالتالي يعرف الكلام اللي اتقال في الصوت ده، يعني مش شرط ان هو يعرف البيرسونال تريت بتاعته ان هو اتعرف عليه كشخص، او ان هو ممكن ياخد الكونتنت مثلا ان هو ايه قاله عندي، وده بسميه هنا ايه بايومتريك ريدر عندي.
يحدد حاجات شخصية خاصة بيه كالبصمة بالظبط بالنسبة لي، أو يتعرف على مين، على الصوت والكلام المحتوى اللي قايله في انت الصوت بتاعي. النوع من الأنواع برضو بستخدمها في الجزء بتاع الانبوت ديفايسز اللي هو مين، مايكروفون اند سبيتش ريكوجنيشن. الميكروفون ده برضو عبارة عن ديفايسز بستخدمه ان ايه، بكابتشرنج ساوند الكتريك سيجنال، اللي هو باخد الصوت اللي هو جاي عن طريق ايه، الكتريكال سيجنال، موجات كهربائية. يعني المايك بحول الصوت اللي جاي لي في الويف الماشية في الجو الى موجات كهربائية عندي، بيحصل لها انبوت للديفايس عندنا. طيب عشان يتم ده، المايك ده لازم يكون متوصل بحاجة اسمها ساوند كارد. ايه الساوند كارد ده؟ دوره الوحيد ان هو بيعمل ايه، بيحول الموجة الكهربائية اللي جاية لي عن طريق المايك الى موجات ديجيتال، ويقدر يخزنها لمين، للجهاز بتاعي. يبقى الساوند كارد في حالة الانبوت بيبدأ ياخد الموجات الصوت الكهربائية اللي جاية له من المايك، يحولها الى موجات ديجيتال، سواء بيحولها الى ديجيتال ويف عند او ديجيتال سيجنال، وبالتالي تتخزن عند مين، على الهارد ديسك بتاعنا. طيب ممكن مع الساوند كارد يجي حاجة اسمها، نسمع عن حاجة اسمها سبيتش ريكوجنيشن سوفت وير. ده برامج التعرف على الاصوات، الهدف منه انه يتعرف على الصوت. ده برنامج بشغله على الموجة اللي جاية من الأصوات دي، ويبدأ يتعرف على مين، صاحب الصوت ده مثلا، أو يستخدمها عشان ياخد يعرف الكلمات الموجودة جوه الصوت ده. يعني كلمة معينة اتقالت، فيبدأ يعرفها لي الحروف اللي متقالة أو الكلمات اللي متقالة فين في الصوت ده. تمام. ايه مول سبيتش ريكوجنيشن از ترانسليشن اوف سبوكن وورد انتو تكست. ممكن انا استخدمه ان انا حتى اتعرف على كل امل الجهاز امر معين ينفذه، او اقول له كلام هو يعرف الكلام ده ايه مقصود بيه. طيب الحاجه كمان برضو بستخدمها في الانبوت اللي هو الديجيتال كاميرا، والمقصود بيها طبعا فول موشن، او الكاميرات اللي انا اقدر اخد فيديو بيها، او ان اخد بها ايه، صوره عاديه. وده موجود طبعا انتجريتد مع دلوقتي مع الموبايل او الويب كام اند سو اون. تمام كده، يبقى احنا خلصنا من الجزئيه بتاعه الانبوت ديفايس. يبقى كده الانبوت ديفايس عندنا اكتر من مثال عليها، وقلنا زي مين، زي الكيبورد، زي المايك، زي البينز، زي الباركود ريدرز، زي السكانرز، وهكذا. نيجي بقى الجزئية بتاعة الـ Output Devices. الـ Output Devices mainly مقسومة على 3 كاتيجوري أساسيين، اللي هم الـ Monitors والـ Sound System والـ Printers. الـ Monitors نبدأ بشكل قديم خالص، كان حاجة اسمها CRT اللي هو Cassette Ray Tube. طبعا ده كان شكلها، كانت الأول نازلة Black and White سنة 1980 تقريبا، وبعد كده بقت ألوان وهكذا عندي. طبعا ده مش مطلوب منكم تعرفوا بس الشكل كان شغال ازاي، او كان شكلها عامل ازاي. بعد كده تطور الموضوع شويه لحاجه اسمها الليد، والليد جاي من كلمه، سوري، ال LCD، وجاي من كلمه ليكويد كريستال ديسبلاي. ومطلوب منكم بس تعرفوا ايه اختصار LCD، اختصار لايه، ليكويد كريستال ديسبلاي. وغير بعد ما كان بيستخدم الفوسفورز والالوان الفوسفوريه، بدا يستخدم حاجه شيتس من الكريستال السائل عشان يقدر يعرض الصوره بتاعتي على الشاشه قدامي. بعد كده اتطور الموضوع شويه بقى حاجه اسمها الليد، اللي جايه من كلمه لايت ايديتنج دايود. دي تكنولوجي ايه، وبرضه استخدم فكره الايه، الليد. الليد عباره عن لمبات صغيره زي كده فيها اكتر من لون، وبالتالي اقدر امثل بيها الالوان بتاعتي على الشاشه. وفي طبعا شكل من اشكال برضه الديسبلايز او شاشات، برضه حاجه اسمها ويربل ديسبلايز، ممكن ده على شكل نظاره بتتلبس بتشوف بيها الايه، حجم صغير كده تقدر تشوف كاسكرين قدامك، او مثلا حاجات الموجوده دلوقتي في الالعاب الفيرتشوال او الرياليتي، حاجات بالشكل ده بس النضاره، وتقدر ايه تتحرك جوه اوبجكت، او تتحرك انت جوه ايه اللعبه عامه. طبعا كلنا شفنا الشكل ده، الحاجه الفيديو بروجيكتورز، ده من الحاجات اللي الاوتبوت اللي انا بستخدمها على سكيل اكبر شويه، حضرتك في محاضره او تعرض مثلا في سيمينار، تعرض على ايه، داتا شو كبيره. الفكره كلها انه نفس الموضوع بتاع الشاشه، بس بدل ما يعرض على شكل فوسفورس دوت او كريستلز، او بيستخدم ليد، او بيستخدم عباره عن مرايات بيسلط عليها الضوء ده، وبالتالي يوسع العدسه بتاعه المرايه، فبحيث ان هو يقدر ايه اعرضها على سكيل اكبر. في بقى هنا جزئيه مهمه شويه لازم نعرفها في الجزئيه دي، ازاي انا بقارن شاشه بشاشه، او لو حبيت اشتري شاشه دلوقتي، او الفيتشرز اللي انا ممكن اقارن بيها شاشتين مع بعض، او افضل اختار الشاشه دي او الشاشه ايه اكس مثلا والشاشه واي. طيب اول معيار عندي هو السايز، والسايز ده بيتقاس بالدياجونال اللي هو ايه، الوتر. كل ما كان الدياجونال طبعا اكبر، كل ما كانت ايه الشاشه حجمها اكبر عندي، 15 بوصه 19 45 وهكذا عندي. طيب الريزوليوشن اللي هو كام بيكسل فين في الشاشه بتاعتي، يعني كام بيكسل، كام بيكسل بالطول بالعرض، قدره الشاشه على عرض البيكسلز بتاعتي.
يبقى نمبر اوف بيكسل اون ذا سكرين، وبتتقاس بماتريكس بالشكل ده طول في عرض. كل ما كان طبعا الرقم ده اكبر كل ما كانت الكواليتي بتاعت الشاشه اعلى عندي. طيب ريفريش ريت، وده معدل احنا بنسميه معدل تحديث عرض الصوره. احنا طبعا بنبص قدامنا بنلاقي الشاشه هتحس انها ثابته قدامك، لا ده مش حقيقه، بيحصل ليها اعاده تحديث او اعاده عرض بعدد معين، ايه بعدد مرات معين في الثانيه. كل ما كان الرقم بتاعنا 72 فيما فوق كل ما كان افضل طبعا ايه عرض ده، فبالتالي انت بتحس ان الصوره ما بتتغيرش، لا هي فعليا بتتغير، بتعملها ريفريشمنت اكتر من مره فين في السنه الواحده. كل ما كان الرقم ده فوق 72 كل ما كان ايه افضل عندي، اقل بتحس طبعا ان الصوره ايه تروح وترجع قدامك. طيب الدوت بيتش دي المسافه بين مكونات البكسل الواحد، يعني البكسل الواحد موجود فيه 3 الوان عندي مثلا زي الريد وجرين وبلو، ففي مسافه بين كل دوت والتانيه منهم، فكل المسافه دي ما قلت كل ما كانت اقدر اعمل الوان اكتر كل ما كانت الكواليتي بتاعتي اعلى. فالدوتش دوت بيتش دي هي المسافه البينيه ما بين المكونات البكسل الواحد عندي، كل ما قلت كل ما كان افضل عندي كل ما كانت الكواليتي بتاعتي اعلى. يبقى دلوقتي عندنا ريزوليوشن ممكن اشوف حاجتين، اللي هو مين عدد البكسلز في الشاشه كلها قد ايه، ونفس الوقت المسافه ما بين مكونات البكسل الواحد. ودي الاربع المعايير الاساسيه لما اجي اختار برينتر عندي، اختار شاشه عندي. طيب نيجي جزئيه كمان اللي هو الساوند سيستم او الساوند عامه. السبيكر عندنا ده من الحاجات المعروفه جدا في الاوتبوت بتاع الساوند. اللي بيحصل في الساوند سيستم بتاعنا او السبيكر بيشتغل ازاي؟ طبعا اتفقنا ان عندنا حاجه اسمها ساوند كارد، وده كان دوره ما جاء وصله بالمايك في الاول خالص، كان بيحول الموجات الكهربائيه اللي جايه من المايك الى موجات ديجيتال تخزن على الجهاز بتاعي. طب في حاله الاوتبوت بيحصل ايه بقى؟ يجي الساوند كارد ده ياخد الموجات الديجيتال اللي موجوده عندي على الجهاز، يبدا يحولها الى موجات كهربائيه. الموجات الكهربائيه دي متوصله على سبيكر. ايه السبيكر ده بقى؟ السبيكر مكون من 3 اجزاء مهمه عندي. اول جزء حاجه اسمها الكتروماجنت، وده مغناطيس كهربي في المقابل بتاعه ماجنت عادي، وفي الاخر عندنا ايه حاجه اسمها الكون او الصوان بتاع السماعه. اللي بيحصل الموجه جايه لي ديجيتال اتحولت الى موجه كهرباء ويف، يعني لوك ويف، يعني متوصله من بين بالكترو ماجنت. كل ما طبعا المغناطيس ده بالكهرباء، كل ما يجي لك مثلا موجه جايه لك صفر يبقى ده ما فيهوش كهرباء، فيبدا يعمل يحصل ايه، يجي المغناطيس الطبيعي يجذب اليه المغناطيس ايه الكهرباء عندي. طب لو جالي في الموجة واحد بيحصل هنا تشحن المغناطيس ده، فبالتالي يتنافر مع مين؟ مع المغناطيس اللي هو ايه الطبيعي بتاعنا، وهكذا تجي الموجة بالشكل ده 01 01 11 01، يحصل عمليات ايه تجاذب وتنافر ما بين المغناطيس الكهربي والمغناطيس الطبيعي بتاعنا. طب عملية التجاذب والتنافر دي بتتحرك معايا مين؟ صوان السماعة ده، فبتعمل لي موجة بدل حاجة اسمها ميكانيكال ويف بدأت تظهر دلوقتي، بقى الصوت عملية البوشنج دي بقت تغير من موجة ماشية في سلك إلى موجة إيه بقت في الجو دلوقتي. يتم تعظيم الموجة دي باستخدام صوان السماعة، بحيث تقدر أنت إيه كإنسان دلوقتي نعرف نسمع الموجة الإلكترونية اللي جاية الميكانيكية اللي جاية دلوقتي نسمعها بودنا عادي. يبقى الفكرة كلها يجي الموجة الكهربائية تتحول إلى موجة ميكانيكية، تتعظم الموجة دي عن طريق الكون، وفي النهاية أقدر الإنسان يقدر إيه يسمعها عندي. يبقى دي فكرة الساوند سيستم عامة في عملية الأوتبوت بتاع الساوند. طيب نيجي للحاجة التالتة من الحاجات المعروفة أو الأوتبوت المشهور عندنا في الأجهزة، اللي هو البرينتر. والبرينتر أقدر إن أنا أقسمها لنوعين أساسيين، اللي هو حاجة اسمها إمباكت برينتر أو نون إمباكت برينتر. إمباكت برينتر يعني هي تصادمية، يعني بعتمد على إن أنا أقض جزئين بيخبطوا ببعض فبيطلع لي إيه شكل الحرف عندي. زي مثلا الآلة الكاتبة زمان كانت تدوس على الحرف فيبدأ إيه يخبط الهيد بتاع الحرف على الورقة فيطلع لي رسمة الحرف نفسه. ودي مثال عليها زي مين؟ امباكت برينتر زي دوت ماتريكس برينتر، ودي نوع البرينتر المعروفه او القديمه شويه موجوده، تلاقي ممكن تلاقيها في مصلحات مصالح حكوميه او حاجات دي كلها لسه ليها استخدام موجود لحد دلوقتي. الفكره كلها ان هي رخيصه بس بطيئه شويه في الشغل. النون امباكت زي مين؟ الليزر برينتر اند الانك جيت برينتر. الانك جيت برينتر مثلا عنده ايه، بيكون عنده بخاخات بترش السبراي بشكل الحرف من بعيد، يبقى يطبع لي حرف سطر سطر كده، حرف حرف ايه سطر وبعد كده السطر اللي بعده وهكذا عندي ببخاخ، بيبخ الحبر بشكل الحرف. او ان انا استخدم تكنولوجيا تانية اسمها الليزر، وده في نفس الوقت اللي ايه مفيش هيد بيضرب الورقة، انا بستخدم الضوء مع حاجة اسمها الانك، بيكون انك جاف حبر جاف عندي بارتكل ذرات بسيطة كده وتسخن بالليزر، وبالتالي تعمل لي ايه شكل الطباعة بتاعتي. المطلوب مننا في الجزئية دي بس نعرف ايه هم انواع البرينترز اللي هو قلنا امباكت ونون امباكت، وعندي أمثلة على كل واحدة منهم، الإمباكت زي دوت ماتريكس والنون إمباكت زي الليزر أند إنك جيت برينتر.
طبعا انا الجزئيه دي بنشرح فيها بالتفصيل بقى ايه هي المعايير او الفاكتورز اللي انا بقارن بيها برينتر بالتانية. اول فاكتور عندي اللي هو الكالر فايس بلاك اند وايت، هل هي البرينتر دي تطبع عندها القدره طباعه الوان ولا ابيض واسود بس؟ طبعا كل ما كانت القدره عندي ان الورق برينتر تطبع الوان كل ما كانت طبعا الكواليتي بتاعتها اعلى. طيب الجزء الثاني الريزوليوشن بتاع البرينتنج، الطباعة جودة الطباعة دي ايه هي الجودة بتاعتي، وبقيسها بحاجة اسمها برضو زي ما كنا في الاسكانر حاجة اسمها دوت بير انش، بقدر اطبع بكواليتي كام نقطة حبر في البوصة الواحدة. تمام، كل ما كان الرقم ده زايد كل ما كان افضل، اللي هو دوت بير انش كام نقطة حبر فين في البوصة الواحدة بتاعتي. طيب المعيار الثالث والمهم بالنسبة لي جدا هو السبيد، حضرتك هتشتري برينتر دي هتخليها استخدام شخصي ولا تحط في مكتب او شركة؟ طيب المعيار ده بقيسها ازاي السرعة بتاعت البرينتر عندي بحاجة اسمها بيج بير مينت، بقدر اطبع اللي هو البي بي ام، اقدر اطبع كام صفحه او كام ورقه في الدقيقه الواحده، او ان انا اقدر اطبع كام حرف فين في الثانيه الواحده، وده بتعتمد ايه من برينتر للتاني. كل ما كان طبعا السبيد بتاعت اعلى كل ما كان استخدامها في اتجاه البيزنس او استخدام الشركات اكتر من استخدام من الشخصي عندي. طيب المعيار الرابع هو انيشال كوست، ثمن الشراء نفسه، انا راح اشتري البرينتر بتاعتي دي بكام؟ واحد يقول لي انا هشتري برينتر 8000 دولار وهي بتطبع ابيض واسود وبتطبع لي ورقه في الدقيقه، اقول له شكرا البرينتر دي طبعا بالنسبه للسعر ده ابسوليت، ما اقدرش ان انا ايه ملاش استخدام عندي، يعني هدفع 1000 دولار عشان اطبع ورقه في الدقيقه بكواليتي ضعيفه جدا، لا شكرا مش عاوز ده. انما الواحد تاني قال لك مثلا هديك برينتر تطبع لك 20 ورقه في الدقيقه بكواليتي بتاعتها مثلا 600 دي بي اي، يقول لا شوف ممكن اه السعر ده يناسبني اقدر ان اشتغل بيه. في حتة كمان في السعر كمان بقدر اشوفها اللي هي كوست اوف اوبريشن، عامل تكلفة الطباعة نفسها، عملية الطباعة دي بتكلفني قد ايه، يعني البرينتر دي بتستهلك حبر قد ايه، كل ما كان استهلاك الحبر بتاعها اكتر كل ما كان طبعا ده او سعر الحبر اعلى، الحاجات دي كلها بتستخدم كهرباء اكتر. تمام، فكل الحاجات دي برضو ايه بتأثر فين في قرار الشراء بتاعي. بس مين الحاجات اللي بتأثر في الشراء عندنا هي مين؟ برينتر ريزوليوشن، برينتر سبيد، والكوست اوف ايه اوبريشن، ودي بتحدد ان انا هشتغلها في شغل بيزنس او شغل شخصي وهكذا عندي. طبعا هنا اللي بنشرح بالتفصيل هي انواع البرنترز، دوت ماتريكس مش مطلوب مننا، ولا انك جيت دي امثله بس للفور ريدنج، حضرتك ممكن تقراها بس ايه بالطريقه دي، وهنا بيشرح بالتفصيل ازاي الليزر برنتر بتشتغل، طبعا دي برضو جاست فور ريدنج في السكوب بتاعنا دلوقتي. طيب في برينتر ممكن في بعض الأوقات نقول لك أنا عندي برينتر وفيها معاها السكانر بتاعها وفيها فاكس وفيها حاجات دي كلها، دي احنا بنسميها ايه مالتي فانكشن كابيلتي برينتر، بيكون فيها أكتر من ايه جهاز في نفس الوقت، جمع سكانر مع برينتر مع مكنة طب بيصور مش عارف ايه في نفس ايه الجهاز بتاعي، دي بنسميها مالتي فانكشن كابيلتي ايه برينتر عندي. طيب نيجي على الاستورج، وده جزء من اجزاء الهاردوير اللي اتفقنا عليها، والاستورج ار ذا داتا ستورج ديفايس ذات ار يوزد ان ذا كمبيوتر تو ستور ذا داتا، هي عباره عن ديفايسز المستخدمه لتخزين البيانات على الجهاز بتاعي. طيب الاستورج ممكن اقسمها باكتر من طريقه، بس اكتر الطريقه كومن او الطرق اللي احنا بنستخدمها عامه هي اسمها ان انا اقسمها حسب وجود الديفايس ده، هل هو ريموفابل يعني بورتابل بيتشال من مكان لمكان، ولا هو نان ريموفابل ثابت موجود في السيستم كيس بتاعي. طب هنبص مثلا على اللي هي ريموفابل، ريموفابل يعني قابلة للنقل زي مثلا يو اس بي فلاش، عندي فلاش ميموري معايا بتحرك بيها من مكان لمكان، اكسترنال او بورتبل هارد درايف، الهارد الاكسترنال هارد ديسك ده بالنسبة لي برضه بورتبل ديفايسز، ميموري كارد حاجات الكروت الصغيرة اللي ممكن نشيلها من مكان لمكان، لو في سي دي هات مثلا اوبتيكال ديسك زي بلو راي او الدي في دي او السي دي. طيب النون ريموفابل اللي هو الغير قابل للنقل زي مين؟ ماجنتيك هارد ديسك درايف، الهارد ديسك اللي موجود جوه الكيس نفسها، او حاجه اسمها سوليد ستيت درايف، وده برضو بيكون هارد ديسك حديث شويه او بنسميه احنا بالعربي اللي هو ايه هارد ديسك الكتروني. تمام، هو عندي النوعين السين مين من ستورج ديفايسز النون ريموفابل عندي، يبقى لو كده اصنفهم بصنف ريموفابل ونون ريموفابل وادي امثله على كل واحد منهم. طبعا الهارد ديسك هنا في هنا بتقسم لبعض الحاجات، الهارد ديسك لو حبينا نبص لشكله الهارد ديسك القديم اللي موجود في الجهاز اللي هو الماجنتيك هارد ديسك عبارة عن حاجة اسمها سلندر، سلندر اللي هي سي دي اسمها سلندرز، كل سلندر منهم متقسم لمجموعة تراك، تراك اللي هو الدايرة اللي هو ايه الخط اللي قدامنا ده، انا مقسم ايه تراكس تراكس تراكات جوه مين السلندر الواحد. تمام، كل سلندر مقسومة لمجموعة من السيكتورز،
وكل مجموعة سيكتور ظهر على ما إيه مثلا ده كده سيكتور اللي هو باللون ده، ده سيكتور، ده سيكتور تاني، ده سيكتور تالت وهكذا عندي، وتراك ده اللي هو اللفة الكاملة جوه السلندر بتاعي. في حاجة اسمها كلاستر، الكلاستر دي بيبقى مجموعة سيكتورز ورا بعضيها، يعني السيكتور ده في نفس السيكتور اللي بعده في التراك التاني في نفس التراك السيكتور اللي بعده وهكذا عندي، ده بسمينا إيه كلاستر عندي. دي تقسيمة المفروض ممكن نعرفها فور إيه فور النولج بتاعتنا، بس للأسف إيه مش هتسأل فيها امتحانك يعني. طيب بالسوليد ستيت درايف نفس الفكرة، بدل ما بيستخدم التكنولوجي بتاعة الفلاش ميموري وبدأ يعمل بيها ايه هارد ديسك تاني، بدل ما يستخدم الماجنت بقى يستخدم التكنولوجي دي اللي هي بتاعة مين الفلاش ميموري بتاعتنا. طبعا عندنا مين هنا جزء برضو من حاجات الستورج زي الاوبتيكال ديسك درايف زي السي دي والدي في دي والايه بلوراي. طبعا عندنا تصنيف للسي دي، حاجة اسمها سي دي، حاجة اسمها سي دي ار، حاجة اسمها سي دي ار دبليو، تمام موجودين عندنا دلوقتي. انا عندي ناس سي دي مثلا، في حاجه اسمها سي دي روم اللي هي ريد اونلي، لا سي دي ار، سي دي ار اللي هي ريكوردبل قابله ان انا اكتب عليها، وار دبليو اللي قابله للكتابه والمسح مره تانية. تعال نبص كده ايه مع بعض على الجزئيه بتاعه السي دي والدي في دي عامه هنا. طب عندي السي دي روم والدي في دي والبلو راي، عندي السي دي اهي مول ديسك ار نورمالي سيجنال لير اند هولد من المساحة دي من تقريبا 650 الى 700 ميجا، بس دي العادية هي عبارة عن وش واحد اللي بتكتب عليه قابل الكتابة ناحية واحدة منها، وبتكون مساحتها تقريبا 700 ميجا، 700 ميجا بايت عندي. طب الدي في دي هي طبعا ممكن تبقى وان لاير وبتشيل 4.7 جيجا بايت، او لو هي تو لايرز الناحيتين هي بتشيل عندي مساحة قد ايه 8.5 جيجا بايت. البلوراي عندي ممكن تكون ايه تشيل لعند 25 جيجا، دي مساحة تخزينية او قدرة تخزينية بتاعتها 25 جيجا، دي لو لاير واحدة. لو تو لايرز بيكون كام، او تو فيسز اللي هو بيكون 50 جيجا تقريبا. طب انواع الاوبتيكال ديفايسز قلنا في سي دي ار اللي هي ريكوردبل قابلة للكتابة، تيجي لي بلانك فاضية بجيب سي دي اشتريها فاضية وابدا اكتب انا إيه عليها الحاجة اللي انا عاوز اكتبها، اخزن على الفايل بتاعي، اخزن على المحاضرة وهكذا عندي. او ان انا راح اجيبها اصلا ريد اونلي فقط لا غير، راح اشتريها جاهزه وعليها مثلا سوفت وير موجود معين بشغله، او عليها فيديو معين بتفرج عليه، او ان انا ايه ريد ار دبليو اللي هو ايه ار دبليو ري رايتابل اللي انا اقدر اجيبها واكتب عليها مره وامسح واكتب مره تانية وامسح واكتب مره تالتة. دي كلها اشكال من اشكال مين السي دي عندنا. طيب في حته مهمه برضو من الحاجات اللي بستخدمها في الهاردوير حاجه اسمها الفيديو كنترولر عندي، او الفيجا او كارت الشاشه باللغه العاميه بتاعتنا. ايه الفيديو ادابتر او الديسبلاي كارد او الجرافيكال كارد ده او كارت الشاشه؟ عباره عن كارت زياده موجوده عندي في المذر بورد بتاع المذر بورد عشان اقدر احسن بيه ايه كواليتي بتاعت الصوره بتاعتي. تمام بزود فيه بخلي رام خاصه بيه بسميها في رام، وبيكون لي بروسيسور خاص بيه برضو عندي. وفي الوقت الحالي الابحاث الجديده دلوقتي او الشغل الجديد بقدر ان انا استخدم الكارت الشاشه ده كبروسيسور يونت، كبروسيسنج يونت ان انا استخدمه اعمل الحاجات اللي موجوده جواه، او البروسيسور بتاعه اللي جواه ان انا استخدمه كجزء عالج بيه بيانات تانية حتى غير الصور. طب السيستم كيس طبعا ده اللي بيعمل له هولدنج لكل الكومبوننت الفيتال بتاعتي، يعني مفيش جهاز اشتغل من غير ماذر بورد، مفيش جهاز اشتغل من غير بروسيسور، مفيش جهاز اشتغل من غير رام، كل الحاجات دي هتلاقيها موجوده فين في السيستم كيس بتاعتي، وبابت او الشاسيه او الكيس، كل ده بيتحط فيه مجموعه الاشياء الاساسيه اللي فيها الكومبوننت عشان اقدر اشغل ايه الجهاز عندي، زي ماذر بورد قلنا، زي البروسيسور، زي هارد ديسك انترنال هارد ديسك عندي، زي الرام وهكذا. تمام وبكده نكون احنا خلصنا الجزئيه بتاعه شابتر 2 فين في الهاردوير، وان شاء الله اتمنى يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان احنا نكون استفدنا من الجزئيه دي.